للاسف للاسف الكبير للاسف الشديد هو اننا في هذه السنه هذه لم نستدعى اقل لم نستدعى اللجنه الماليه ما استدعاوهاش نهائيا فتوزيع ملاح او طبيعه ملي كنرجعوا للقانون الداخلي ديال هذا الاختصاص هذا علينا مشكله انه واش كنتعاملوا بالدمغي ولا شي ماشي شاكين شي واحد يبغي يقصينا يبغي يقصينا اللجنه الماليه تقول لي في المكسيك تعطينا اجابه مشينا للمحطه الطرقيه نصوروا اللجنه الماليه جينا للجنه ديال التوزيع فينا واش ما باغيين نمشي نجيو بحالنا نقولوا بصراحه واش تقسمنا بالمنهج هذا الشيء هذا ولا شنو اولا ما كتبوش الكلام ديالنا شويه ما زعمنا شي حاجه الان العرف دائما اللجنه الماليه كتعرض عليها هذا الشيء هذه العباده ما تعرضش اصلا علاش خصنا نجاوب لماذا قلنا تعرض علينا اللجنه الماليه يعني ما عندنا لا مال جمال في هذا التوزيع ولا التعطيل هذا اردنا ان نحدد معايير موضوعيه باش كل شيء يمشي راضي للجميع بعيدا عن التوجهات السياسيه بعيدا عن الاغلبيه بعيدا عن المعارضه بعيدا عن الاستفاده ولا شيء حنا بغينا ناسسوا العمل ديال الاستفاده هذا الاجراء هذا ناسسوا باتفاق مع اللجنة الأخرى يعني غنزيدو تطوير في إطار الشراكة لتأسيس إذا به لم نستدعى أصلا هذا شيء مشين أنا أعتبره وإنما اختصاص غنرجعو للقوانين الداخلية هذا راه اختصاص هو ديال اللجنة المالية إذا كانت باغي عندنا تصنيف وعندنا كذا فأنا ما كنقولش على الوزع أنا عندي ما نوزع ما عندي غرض أنا خصنا هذيك التوزيع يكون جمعية اللي كتنشر إذا اعتقد بان الاقساط ديال اللجنه الماليه هو اقساط غير مبرر وما خصوش يقول لي ان احنا ما كرهناش نجيبوا ناس اخرين ما كرهناش الاعضاء يحضروا معنا كامل لذلك باش نطبعوا المعايير باش ملي نقولوا حيت حنا كنخرجوا للشارع وهذاك عطاه وهذاك ما كيتعطاش هذا الشيء هذا ما كيتعطاش ما كيعطي خص ما هو معايير موضوعيه عندي مبدا الترافع وعندي المنتوج ديال يعني الانشطه السنويه ديال هذا كتحطوا معايير مسبقه وكتجي الجمعيه وتوضح لنا اللي عارفين الوثائق عارفين وهذه ما عارفينش عارفين كلنا واضحين في العمل ديالنا في هذا التوزيع ولكن الاستئثار ما هذا واش الاستئثار اللجنه دولة اخرى لا هذا غير مقبول انا اعتقد انا ما عنديش غرض هنيتوني هنيتوني انا كنت عندي هذا الجهود حتى انا عن معسكر في الدماغ ديالي وانا ندعو معايير ونمشي نكون اخوة في الاراء ولكن كيظهر ان الاتجاه ماشي معاكس هو الاستئثار بعض الاشياء ما عرفتش علاش هذا الاستئثار هذا الانسان كيحاول يكذب ويدور انا كنعتقد ان السجن الانتعاض ديالي على اقصى الاجراءات الماليه العمليه هذه وكنشكرو في نفس الوقت على المجهود اللي داروه